الخبر الأول اللي عدنا عن فضيحة نور ماريا حبايب هو عبارة عن فيديو انتشر بالتيك توك وهواي بالأشخاص أرسلوا لي هذا المقطع عبارة عن نور مار فويس إله هو قاعد يحكي بيه والمتابعين كله صار ينشرون هذا الفويس إنه هو يعترف القمر الطائي إنه هو يحبها فويس كامل الصراحة شي صادم راح أطلكم إياه شمعه أمر بحبت فكتونا حبايب بالكومنتات هتوقعون فعليا هذا الشيء حقيقي وهل هو فعليا حب قمر الطاي او هم ملفقين الفويز ما ادري اكتبونا بالكومنتات. وعلى سيرة نور ماريا حبايب فطلع بث تيك توك كان يسألوا انه شنو مشكلتك ويا قمر الطاي صار يقولوا اني سافرت وتركت الكل ونوعا ما حاول يتهرب من الاجابة عليكم راح اعطيكم اياه اسمعوا. مشكلتك مع قمر؟ يا اخي انا مو قلت لك لا تقرا اسئلتي. قلت لك لا تقرا اسئلتي. ادري انت تسوي مشاكل. يا اخي تسوي مشاكل. لا تسوي مشاكل عشان العالم ما تجيني. عمي انا ترى هاجرت وخلاص لا تقرا اسئله بليز. خلاص هاجرت خلاص انه عرفت خلاص لا تقرا اسئله. والله شغلك حزين دقيقه بس. بالنسبه لقمر الطاي فشارتها عن طريق تنزيل هذا التيك توك اللي كانت تبكي بيه ده تسوي ترند معين وحتى بز ستوريات كانت تبكي ما ادري صراحه تعال كلنا راح احطكم الترند اسمعوا. احكي لك حزني بس بطريقة تضحك شوي. صوت زعلي لو عالي هيصحي وجع قلبي من تاني. ذكريات وعيون بتدمع بسقعت. بس والله حبايبنا وصلت المقطع فجربوا طب اللايكات شنوكم فيها الزين من قناة ميكس القصص. أحبكم مع السلامة.